الشركة مونو إلكتريك هي شركة جزائرية تركية تعتمد على خبرات جزائرية تركية متخصصة بتصنيع المواد الكهربائية ولواحقها. من أهدافها هو يعني التطور في المشروع تاعها، خاصة في المجال إنتاج أدوات كهربائية وكهربائية صناعية لذات التوتر العالي. كذلك تعتمد على أنها تطرح المنتوج لكل فئات المجتمع بمختلف قدرات شرائية تاعهم، بحيث أنه ضعيف الدخل عندنا منتوجات خاص به، المتوسط الدخل عندنا منتوج خاص به، والميسور الحال نفس الشيء. شركة مونو إلكتريك بين أهدافها هو توفير اليد العاملة، بحيث تحتوي على 1500 يد عاملة على مستوى الشركة، يد العاملة بمختلف الكفاءات المتخصصة المؤهلة متخرجة من جامعات جزائرية، لنا مختلف الأدوات الكهربائية من مصابيح، كما تشوفوا هنا مصابيح يعني كل مرة نخرج بالجديد، مفاتيح يعني ليزانتيريبتور بريز ملتي بريز، عندنا ليغولات بالأكسسوار تاعهم، كل منتوج خاص بالسكنات المحلية يعني لوجمون دوميستيك. احنا الحمد لله يعني من تفتح الباب حتى الداخل كل المنتوجات متوفرة لدى شركة مونو إلكتريك. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.